يمشي الكرة، يحاول يسيطر على المباراة. كوفي كوجاب صراحة نحب نقول كلمة، ما غير السياسة ما غير دبلوماسية، الانذار على حليش، وهذا الانذار كان ممكن تفاديه. بينما يخطى حليش يمشي العمدة ويدخل متعب، خطير جدا متعب، وضرب جزاء، ضرب جزاء لمصر بات للسيمي فاينال. أو حسني عابد ربه، عابد ربه يدخل الآن. جماهير الجزائر تصفق لحليش، ولكن هل يصفق المصريين على ما هو أهم؟ على كرة حسني لاعب الأهلي بدبي، يقولون سيكون في الأهلي القاهري، يتقدم يسدد ويسجل جول. 1-0 لمنتخب مصر، 1-0 للفريق المصري. أي هدوء يا ولد، أي كرة يا نجم. 1-0 من حسني عبد ربه في الدقيقة 38. 1-0 لحسني عبد ربه. مصر للثاني بالمرتدة، ممكن جدا. زيدان زيدان زيدان، خلص خلص. الله يا زيزو، الله يا زيزو. 2-0 للمنتخب المصري. انقلبت الأصوات هنا في بنجالا، في أرض الغوريلا. المصريين والأنغوليين يتفاعلون مع هدف منتخب الساجدين. 2-0 للفريق المصري. أول هدف أحلى أهدافه، أول هدف بذكريات أهدافه في الكاميرون. كارلوس أدريس كاماني لم ينسى هدف زيدان. الله في تونس يقول يعني من يحمل ممكن الطربوش أو القبعة الأوروبية. برافو الاتحاد المصري اللي راه على شحاته، وممتاز حسن اللي كان في مستوى المسؤوليه والثقه. الفريق المصري عن طريق زيدان، زيدان كره خطيره، يمشي عبد الشوفي ويسجل الهدف الثالث. الهدف الثالث من البديل الجديد من عبد الشافي. 3-0 للمنتخب المصري عن طريق عبد الشافي. اذا يسجل ابن زيزو في نجم الكره المصريه السبعينات، يسجل ثالث اهداف في السيمي فاينال. عبدون يمرر، عبدون كره تمهد للمصريين. 3 دقائق انتهوا، اخر الثواني من اجل الرابع. يتقدم زيدان، يمشي زيدان، هي خطيره. الكره الاخيره، الكره الاخيره، 1-2 وكوره، والرابع، والرابع عن طريق جاتو. جاتو يسجل الرابع، جاتو رابع اهدافه في 5 اهدافه مع المنتخب المصري في 6 مباريات. او سامحوني، جدو او بوتريكا الجديد، جدو او بوتريكا الجديد، النيو بوتريكا للمصريين.